مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، اذا تابعنا الشوط الاول الرئيسي الذي ايضا ذهب مع الجو وادائها الجميل. تهانينا للسيد سلطان بن عبيد بن حمد الاكتبي في ايضا توقيته الرائع، والجيم دقيقتين وثمان ثواني من مسافة ال 1500 متر. تهانينا لابو محمد على الاداء الرائع والجميل، على بركة الله ومحبه وتوفيقه. مشاهدينا الاعزاء ينطلق شوطنا الثاني، وهو الشوط الاول الرئيسي الخاص بفئة الجعدان لسن الفطامين 1500 متر. مسافتنا لهذا الشوط نذهب مباشرة الى المركز الاول، نتابع مشاغب ياتي على المركز الاول لمحمد بن راشد بن خلفان بالعامري، من يقدم مشاغب يبدأ بالمشاغبات في المركز الاول، بينما المركز الثاني الوصول والتقدم مع شهيد عوض بن متعب بن سالم بالعامري، والمركز الثالث هو التقدم من الجانب الايمن اللي وصل الديب سهيل بن حمدان بن عبد الله بن دلموت، وهنا القدوم التسلل ايضا مع شهيد مبارك بن ثاني بن محمد بن رقاد، وصل يلا يا بن رقاد، وايضا التسلل مع الصريمي مطر بن محمد بن مطر بن غدير قادم مع السيرمي ينطلق على المركز الخامس، ولكن نعود الى الصداره، نعود الى المقدمه. يا سلام يا ابو سالم، عساته في الابطان، عساته في الابطان. مشاغب 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 مع المركز الاول لمحمد بن راشد بن خلفان بالعامري، ينطلق على المركز الاول. المركز الثاني شاهين عوض بن متعب بن سالم بالعامري، ولكن الاداء الرائع الاداء الجميل حامل رقم واحد نمبر 1 مع الصداره. مشاغب مشاغب مشاغب، ما شاء الله تبارك الله على الاداء الرائع الاداء الجميل. بن رشيد قادم، ولكن سلام سلام مشاغب، سلام مشاغب، سلام سلام على الاداء الرائع، سلام سلام على الاداء المميز والجميل. محمد بن راشد بن خلفان بالعامري الاكتبي، تهانينا وناموس وسلام. وين ابو سعيد؟ سلام ايضا منطقة الأغذية، تهانينا وناموس مالك مشاغب محمد بن راشد بن خلفان بالعامري. المركز الثاني شعار بن رشيد، والمركز الثالث المركز الثالث من وصل أيضا شعار بن رقاد مع شاهين. التوقيت الزمني دقيقتين وتسع ثواني هو توقيت مشاغب. مشاهدينا الأعزاء من البداية إلى خط النهاية ينطلق بالأداء الرائع والجميل. تهانينا والناموس لمحمد بن راشد بن خلفان بالعامري الاكتبي، أسعد الله مساءك.